أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري المباشر الذي نوافيكم به من قناة العيون، والبداية مع أبرز العناوين. دورة استثنائية لمجلس جهة جليميم ودنون خصصت للتداول بشأن 19 نقطة متصلة بتنمية أقاليم الجهة. وفي النشرة أيضاً، بلدية الطنطان تستضيف وفداً من الفاعلين الإيطاليين في المجالات الاجتماعية والطبية تحديداً. ومن السمارة خطب الجمعة حلقة وصل للتذكير والتوجيه والحد من الظواهر والمعتقدات المتفشية داخل المجتمع. كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم التفاصيل، فأهلاً بكم. نستهل عرضنا الإخباري المباشر والمفصل من مدينة العيون بأخبار الحوادث، حيث التهمت النيران اليوم كومة من العشب الاصطناعي غير الصالح، وذلك بداخل ملعب الأمير مولاي رشيد بالعيون، دون أن يخلف الحادث خسائر بشرية، حيث أتى على أجزاء مهمة من المستودع المخصص لتجميع هذا النوع من العشب، وقد تمكنت فرق الوقاية المدنية من إخماد النيران والحريق. إلى أخبار المجالس المنتخبة، حيث عقد اليوم مجلس جهة جليميم ودنون دورة استثنائية خصصت للتداول بشأن 19 نقطة متصلة بتنمية أقاليم الجهة، نقاط رفضت أغلبية المجلس المعارضة اعتمادها. وتفاصيل أكثر في متابعة حافظ محضار محمد لفيرس وجمال الخصاصي. دورة استثنائية لمجلس جهة جليميم ودنون دعي إليها أعضاء المجلس بقصد التداول بشأن 19 نقطة مدرجة في جدول أعمال هذه الدورة. أشغال قرر لها مرة أخرى أن تنعقد في جلسة مغلقة، أملا في تأمين ظروف مواتية تساعد على تقريب وجهات النظر بين تياري المجلس. أمل اصطدم من جديد بغلبة واقع الصراع الذي يوسع هوة الخلاف بين الفريقين، والنتيجة رفض النقط المدرجة في جدول الأعمال. الدورة ديال مجلس جهة جليميم ودنون دورة استثنائية كانت مغلقة. مجريات هذه الدورة لا تختلف كثيرا عن مجريات الدورات السابقة. هي دورة يعني يعبر فيها مجلس جهة جليميم ودنون على أنه لا زال يدور في حلقة مفرغة، لا زال مجلسا غير متجانس. الهدف الأساسي ديالو، الهاجس الأساسي ديالو اللي المعارضة جاية به، هو هاجس الرفض، وهذا الرفض ليس جديدا، تكرر أكثر من خمس دورات متتالية. في الحقيقة نحن متأسفين جدا لتعطيل مصالح المواطنين وتكرار هذه السيناريوهات التي لا تخدم المصلحة العامة لا للجهة ولا للوطن ولا تخدم السلم الاجتماعي بصفة خاصة. وحنا دورنا كمنتخبين اليوم هو التسريع بوتيرة التنمية، دورنا ماشي هو البلوكاج، بل دورنا هو أن ننطلقوا المشاريع اللي تخدم الساكنة. ولكن للأسف الشديد نقدر نقول كرئيس المجلس أن مجلس جهة جليميم ودنون فيه طبعا مجموعة من الفعاليات اللي باقي ما بغات تستوعب على أنها موجودة هنا لخدمة المواطن وليست شخصنة الصراع. النقط اصلا تم الرفض ديالهم ليكون النقط لم تاتي يعني فيها مجموعه ديال الاتفاقيات وديال كذا، ولكن هذو الاتفاقيات لم يطلع عليها المجلس. النقطه لانه الطلب اصلا مشى من عند المعارضه بنقطه واحده، والسيد الرئيس ضاف له 18 نقطه، بينما ما عندوش الحق في دوره استثنائيه بطلب من اعضاء بفريق المعارضه بنقطه واحده بانه يضم لهم هذيك 18 نقطه، هذيك اختصاص الوالي. ولكن المشكل اللي هو خطير هو انه النقطه اللي كانت دارت عليها المعارضه من اجل انتخاب لجنه الماليه، النقطه 19 رفع الرئيس الجلسه بدون المناقشه في النقطة اللي هي أساس تعقدت عليها الدورة، وهذا شيء خرق القانون في الحقيقة. لفريق ما يسمى بالأقلبية يعني المكتب المسير قدموا استقالتهم من لجنة المالية، ولكن لم يوفينا بالقرار المتخذ في حول الاستقالة، هو تم قبول الاستقالة أم لم يتم قبولهم. المهم هو رفع الجلسة، وبالتالي هذا هو علاش النقاط الأخرى تم الرفض ديالها كل شيء. دورة أخرى من دورات هذا المجلس الجهوي تختتم كما انطلقت خاوية الوفاض بسبب تداعيات خلاف بين الفرقاء السياسيين بهذا المجلس.
لتتعطل معها مصالح المواطنين إلى حين إيجاد تسوية مأمولة تقرب وجهات النظر بين هذه الأطياف. إلى طنطان، وأملا في دعم خدمات القطاع الصحي بالإقليم، استضافت بلدية طنطان وفدا من الفاعلين في المجالات الاجتماعية والطبية تحديدا بقصد بحث آلية للتعاون والشراكة، حضور أثمر إبرام اتفاقية في هذا الصدد. تفاصيل أوفى مع حافظ محضار محمد نوار وعبد الرحيم حاجي. طنطان مع فاعلين بالحقل الاجتماعي من إيطاليا بحضور أطر عن قطاع الصحة بالإقليم وفعاليات مدنية، جلسة تبحث سبل تعميق أواصر التعاون والشراكة خاصة في المجالات الصحية. هو الأمر الذي أثمر إبرام اتفاقية للشراكة بين هذه الأطياف مشتركة بقصد تقديم الخبرات المتاحة للزوار الإيطاليين في هذا المجال. مشروع الاتفاقية هم على القافلة الطبية إن شاء الله، اللي يعني تهديف الى يعني العمليات الاستشفائيه والعمليات الجراحيه للساكنه اللي في وضعيه يعني وضع محتاجه، وتقديم كذلك يعني تكوين ديال بعض التكوين وبعض المساعده التقنيه للاطر الطبيه في المستشفى الاقليمي ان شاء الله بطنطان. جئنا لمدينة طنطان لتقديم خبراتنا في المجال الصحي، كانت لنا لقاءات مع المسؤولين هنا ونحن بصدد عقد شراكة لتدعيم القطاع الصحي بالإقليم، ونحن على ثقة أن شراكتنا ستدفع بتحسن المجال الصحي بهذه المنطقة من المملكة المغربية. القطاع الصحي هو قطاع حيوي ومهم لتقدم الشعوب، وسنركز جهودنا خصوصا في مجال التكوين المستمر، الشيء الذي سينعكس إيجابا على المواطنين المحتاجين لقطاع صحي قوي. الاتفاقية المبرمة ما بين جماعة طنطان ووزارة الصحة ممثلة بمندوبيتها بالإقليم والفاعلين الإيطاليين والمحليين تحدد تدخلاتها في محاور متعددة منها التكوين المستمر للأطر العاملة في القطاع فضلا عن تسيير حملات طبية. الاتفاقية الشراكة تدخل في إطار استراتيجية وزارة الصحة المبنية على الشراكة مع الجمعيات غير الحكومية ومع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تعزيز وتقوية عرض العلاجات الصحية بالأقاليم، وأعتقد بأن هذه الاتفاقية ستكون إن شاء الله قيمة مضافة للقطاع الصحي بالمدينة، حيث ستقوم هذه الجمعيات الإيطالية بتكوينات دي فورماسيون كونتيني للبيرسونيل الموظفين ديال الصحة. تتمثل هذه الشراكة في تأهيل وتكوين في المجال الصحي، يعني عمليات جراحية، مجال التكوين الخاص بالممرضين والأطباء. وهي الشراكة اليوم تمت باتفاق مع المجلس البلدي واتفاق مع الفاعلين الجمعويين على أساس أعلنها إن شاء الله مقبلين على فترات ربما 3 سنوات إن شاء الله. هي 3 سنوات فيها فترات اللي هي 3 مراحل في السنة. اتفاقية إذن من شأنها دعم جهود جميع المتدخلين والفاعلين المحليين خاصة في قطاع الصحة الذي يشكو إكراهات وصعوبات جمة بالإقليم ما تسبب في احتقان اجتماعي، تسعى مبادرات من هذا القبيل إلى التخفيف من مسبباته. المرأة المقاولة والتأهيل الذاتي موضوع اليوم الدراسي الذي نظمته بقليميم جمعية منتدى الكفاءات. ندوات فكرية وورشات موضوعاتية سلطت الضوء على سبل وآليات إنجاح التجارب المقاولاتية النسائية بحضور مختصين وأكاديميين ومهتمين. حافظ محضار محمد لميل جارح ودحمان بعيريس. حلقة عامة حول المرأة المقاولة ورهان التنمية المحلية، واحد من محاور عدة قدمتها أشغال هذه الجلسة العلمية التي أطر مواضيعها أساتذة مختصون ومسؤولون قطاعيون. قربوا أيضا الحاضرات والحاضرين من آليات تأسيس المقاولة وسبل إنجاح التجارب المقاولاتية النسائية تحديدا. مداخلات توقفت بالمناسبة أيضا عند أدوار عديد المؤسسات في مواكبة ودعم التجارب المقاولاتية. أتينا بدورة جديدة حول المقاولة، اخترنا لها هذه المرة عنوان المرأة المقاولة والتأهيل الذاتي لما تكتسيه المرأة الوادنونية والمدى الصحراوية والمغربية بصفة عامة.
في العمل، في العمل التطوعي او التضامني او المقاوله او الش او الش او الشركات. اخترنا هذا الموضوع من اجل وضع لبنه وارضيه أكاديمية، اخترنا لها أساتذة أكفاء يشتغلون في هذا المجال. هذه المناسبة هذه غتمكن المشاركين والمشاركات باش أنهم يتمكنوا من مجموع التقنيات والمعارف الخاصة بإحداث المقاولات، وكذلك الفرص المتاحة والتي تعرضها مجموعة من المؤسسات العمومية كالتعاون الوطني بطبيعة الحال، كوكالة التنمية الاجتماعية، كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والممولين سواء كانوا ممولين عموميين أو ممولين من القطاع الخاص. معروف أن المقاولة هي مفهوم اقتصادي أكثر ما هو مفهوم قانوني، وبالتالي فإن المحاور التي انطلقت منها هذه الندوة كانت كلها تنصب حول هذا الموضوع. هناك أساتذة باحثين لهم وزن ثقيل في هذا الموضوع، خبراء في هذا المجال. نحن كمركز دولي للخبرة الاستشاري بطبيعة الحال هذه المرة الثانية التي نأتي بها إلى مدينة قلميم تفعيلا لاتفاقية الشراكة التي وقعناها في العام الماضي 2017، وكان من أهدافها هي تبادل الخبرات والدورات التكوينية. أشغال هذا اليوم الدراسي توزعت أيضا على عديد الورشات الموضوعاتية، لامست مواضيع متصلة بتكوين حاملات المشاريع ورؤية التشغيل الذاتي، فضلا عن تسليط الضوء على الإشكاليات التي تعترض عمل المقاولة المرتبطة أساسا بالاستفادة من الدعم. الوكالة الوطنية على الشغل والكفاءات شاركت بورشة تحت عنوان إلى الأمام بالنسبة للنساء المقاولات، وحاولنا من خلال هذه الورشة هذه أنه النساء يكتسبوا واحد النوع من الخبرات، واحد النوع من 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 المعلومات حول الثقافة النسائية. ركزت على محاور أساسية، المحور الأول يرتبط بالتأطير النظري للمرأة المقاولة من خلال الأدوار والوظائف التي قامت بها المرأة على بطبيعة الحال مدار التاريخ العربي المغربي إلى آخره، وأيضا من خلال الأنساق الاجتماعية التي تشتغل ضمنها المرأة المقاولة، وأيضا تمثل المرأة للمقاولة وللأنشطة السوسيو اقتصادية، وتمثل المجتمع أيضا للمرأة المقاولة. مداخلة اليوم تهم إبراز دور مؤسسة التعاون الوطني في مجال تأهيل المرأة في مجالات متعددة، وهذا التأهيل يأتي من خلال تقديم مجموعة من الخدمات التكوينية داخل شبكة مراكز التعاون الوطني في مجالات كما قلت متعددة. وطبعا يبقى الأهم بعد تخرج هؤلاء يعني النسوة هو إدماجهن في سوق الشغل، وطبعا هناك وسائل متعددة من بينها طبعا التعاونيات والمقاولات الذاتية. محطة تواصلية أتاحت لعدد من الشباب المقاول أو المقبل منه على إنشاء مقاولة الفرصة لمقاربة الفكر المقاولاتي وأسس إنجاح التجارب المقاولاتية وسبل تجاوز العقبات التي يمكن أن تعترض الشباب المقاول والنساء منه تحديدا. في إطار البرنامج السنوي لعمل الجمعية المهنية لكسابة المواشي بجهة الداخلة وادي الذهب، تم تنظيم لقاء تواصلي مع الكسابة بالجهة حول دراسة وضعية القطاع وسبل إيجاد الحلول المناسبة. عرفت أيضا توزيع عدد من المضخات المائية على الكسابة. مزيدا من التفاصيل مع بكار دليمي ومحمد يداس. بهدف تدارس وضعية قطاع الماشية بجهة الداخلة وادي الذهب مع كسابة الجهة المنخرطين بالجمعية المهنية لكسابة المواشي بجهة الداخلة وادي الذهب، كان هذا اللقاء التواصلي الذي حضره عدد من الكسابة بالإضافة إلى المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمديرية الجهوية للفلاحة والغرفة الفلاحية لجهة الداخلة وادي الذهب، عروض قيمة عن وضعية القطاع بالإضافة إلى عدد من المداخلات شكلت محور هذا الاجتماع. هذا داخل في اطار برنامج العمل السنوي للجمعيه المهنيه كسبت مواشي بالجهه، حيث هذا هو اللقاء التواصلي الاول في هذا السنه 2018، واللي تخللت عده مداخلات قيمه من الساده الحضور. ضروره الاستشاره الفلاحيه وتقديم الارشاد والتكوين لهذه الفئه كانت من جمله المطالب التي عبر عنها المشاركون، بالاضافه الى توزيع عدد من المضخات المائيه على عدد من المنخرطين بالجمعيه، وذلك في اطار الاستعداد لموسم الصيف المقبل.
في إطار هذه المجهودات التي تبذلها الجمعيات مشكورة عليها، وفي إطار توزيعها لهذه الهدايا القيمة التي تعتبر مضخات للماء يستفيد منها الكساب في هذا المجال، جاءت في وقتها مناسبة، لأن نحن في انتظار الصيف المقبل إن شاء الله، وهذا ما يفيد أن هناك عناية فائقة من طرف الدولة ومن طرف مؤسساتها تشيد بها كل الجمعيات كما يشيد بها الكسابة، شاكرينهم على حسن هذه القاية المنشودة كما نريد المزيد. الجمعية هي تعاون الكسابة وتعاونهم وتسهر عليهم كل شيء، ونحن ذاك اتجاه الصيف ضريكة وانك عارف الصيف وعارف الحرارة الحمد لله. تنظيم هذه اللقاءات التواصلية مع الكسابة بالجهة سيساهم لا محال في تطوير قطاع تربية الماشية والرفع من مردوديته، بالإضافة إلى المساهمة في التكوين وإرشاد الكسابة. روبورتاج نشر نقترحه عليكم من العاصمة العلمية والروحية للأقاليم الجنوبية مدينة سمارة بعامية موضوع، حيث يضطلع الخطاب الديني بأدوار عدة في توجيه السلوك الإنساني وترشيد الممارسات. خطب الجمعة حلقة وصل للتذكير والتوجيه والحد من الظواهر والمعتقدات المتفشية داخل المجتمع للتعامل معها برزانة بخلفية موقف الدين الإسلامي الحنيف. منها فما مدى حضور الوقائع الآنية داخل هاته الخطب، وماذا عن أساليب الإيصال، وإلى أي حد تؤثر على الملتقى خارج المساجد؟ الجواب عن كل هذا وذاك يسوقه لنا روبورتاج علي الكبش ومبارك الباز، فلنتابع. نداء لترشيد الأفعال إجابا عبر القادم من أحرفه وفق ما يتماشى ودين التوحيد. طلب صلاة الجمعة بقدسيتها في نفوس المؤمنين جامعة بين التوجيه الحسن والإرشاد السليم ليست في معزل عن الحياة المعيشة عبر المعتقدات والظواهر البادية داخلها، ظواهر قد تتوحد في عاميتها ولكنها قد تختلف في جزئياتها باختلاف تضاريس الجغرافيا، فما مدى مواكبتها لهذا الاختلاف الجزئي في بلورة أهدافها بين المؤمنين؟ أسبوعيا يلتقي بعض مثلا الخطب في أماكن خصصت لهم ويتناقشون، مثلا يتناقشون الموضوع الأساسي التي ينبغي لهم أن يتحدثوا فيه عن هذه الظاهرة التي مثلا تمس المجتمع في هذه الأسبوع، ويصدرون ولله الحمد خطبة تارة موحدة وتارة كل واحد مثلا في يعتمد على أسلوبه وعلى حكمته وعلى علمه في الموضوع. صحيح أن الإلقاء فن، ولكن الفن لا تكمل روعته إلا عبر بهاء الإلقاء، وعندما يتعلق الأمر بالدين فتمة مزج بين خطاب للقلب والعقل في الوقت عينه، فالأول من أجل تقوية الإيمان، بينما الثاني بهدف الاستحضار في السلوك والممارسات اليومية، وبينهما ناصية اللغة ومدى نجاعة غرسها للرسائل في الإثنان معا. لا بد للخطيب أن يحدث الناس بأسلوب يفهمونه، ولا يحاول أن يبسط قدر الإمكان، أن يبسط كلامه حتى يفهمه كل الناس، لأن قد يكون معه بعض الناس الذين يصلون معه في أعلى مستوى الثقافي، وفيهم الوسط، وفيهم العامي الذي لم يسبق له أن قرأ ولو حرفا، ولهذا يجب أن يخاطب الجميع، أن يعد خطبة مهمة يستفيد منها المثقف ويستفيد منها كذلك عامة الناس. أمام المحراب تمة المخاطبون، مؤمنون موحدون في زوايا الرؤية بمعزل عن اختلاف أمكان الجلوس كاملاً. التأثير فيختلف من فرد لآخر، تأثير يتغيى منه أن يوازي الفعل خارج اللحظة كما بيوت الرحمن. تنعكس إيجابا على سلوكاتهم وعلى ممارساتهم، ففيها يلتقي المسلمون وفيها يتجدد الإيمان، وكلما كان الخطيب بليغا وحكيما ويتناول الموضوع تواكب العصر، كلما ظهر ذلك إيجابا على سلوكات المسلمين. يستفد منها الكثير من الناس، تيستافدوا منها، يعني اللي ما كيستافد من الخطبه ديال الجمعه ما عنده صاله هذيك، يعني مهما كيكون الخطيب طالع للمنبر تما وكيدير الخطبه ديال الجمعه، الانسان كيستافد من بزاف ديال الحوايج تمايا، شخصيا ديالو ولا ديال عائلته ولا حتى ديال المجتمع مع الناس ديالو. المساجد ليست فقط امكنه للعباده والتعبد، وانما ايضا فضاء للتوجيه والارشاد والتصويب عبر خطب الجمعه،
خطب بات من المفروض تطوير أساليبها مسايرة لمتغيرات المحيط وتطور التكنولوجيا حتى تبلور ما أنيط بها مساهمة في الترشيد السليم للسلوك الإنساني. ما بين دفتي جديد الصحف الأسبوعية الصادرة هذا الأسبوع في قراءة لمحمد نوار. نستهل قراءتنا بجديد الصحف الأسبوعية من صحيفة الأسبوع الصحفي، وكتبت في عددها الصادر هذا الأسبوع: أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى محمد فقي خلال كلمة له موجهة لقمة 30 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي عن أمله في إيجاد حل لملف الصحراء، مشيرا لإمكانية إسهام إفريقيا إيجابيا دعما للأمم المتحدة، وهي الإشارة التي تحيل على إمساك المنظمة الأممية بزمام الملف دون غيرها. وأوضحت الأسبوع الصحفي أن المغرب يرفض رفضا باتا التدخل الإفريقي في نزاع الصحراء، وباعتبار الأمم المتحدة الهيئة الوحيدة المكلفة بهذا الملف. صحيفة الأيام كتبت في عددها الصادر هذا الأسبوع بأن دخول المغرب لمجلس الأمن الإفريقي أفقد الجزائر صوابها، ودخل المغرب رغم أنف الجزائر التي حاولت الوقوف في الطريق للمغرب والتصدي لدخول المغرب لهذه المؤسسة الإفريقية. وأضافت الأيام أن المصادر الجزائرية وإعلام الجارة الجزائرية لا يخفي تخوفه وانزعاجه من السياسة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس شخصيا في القارة الإفريقية، ويزداد تخوف الجزائر في ظل إصرار المغرب على العودة القوية للمؤسسات الإفريقية. صحيفة المشعل كتبت في عددها الصادر هذا الأسبوع: وصف تاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية عضوية المغرب في مجلس السلم والأمن الإفريقي بالحدث الاستثنائي الذي من شأنه أن يدعم موقعه في آلية اتخاذ القرارات الحاسمة داخل هذا الجهاز. وذكرت المشعل أن تاج الدين الحسيني وصف خروج الجزائر من عضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي بعد انتهاء فترة ولايتها ودخول المغرب مقابل ذلك هو بمثابة تحول جديد سيخدم مصلحة القضية الوطنية. صحيفة برلمان كوم كتبت: ذكرت مصادر محلية بمدينة العيون أن شخصان قد لقيا مصرعهما على إثر حادثة سير مميتة وقعت على الطريق الرابطة بين العيون والطرفاية، وتحديدا على مستوى نفوذ جماعة الدور في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة. ووفق المصادر فإن سبب الحادث يعود إلى اصطدام بين شاحنة محملة بالأسماك قادمة من العيون والسيارة التي كان على متنها الهالكين، وفور علمها بالحادث انتقلت عناصر من الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان، فيما تم نقل الضحيتين إلى مستودع الأموات بمستشفى الجهوية الحسن بالمهدي بالعيون. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم الحبيب الطالبي عن سن تناهز 91 سنة. الفقيد ينتمي لبويا، وكان قيد كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم كمال ولد إبراهيم ولد الزين عن سن تناهز 85، فقيد ينتمي لقبيلة الرقيبات ولاد موسى ولاد أمية، وقد عرف قيد حياته بدماثة الخلق وطيب المعاملة. كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم بلال بن سالم بن مبارك عن سن تناهز 79 سنة. الفقيد ينتمي لقبيلة الشيخ ماء العينين. الفقيد كان من قدماء المقاومين وأعضاء جيشي التحرير. وانتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم حمادي ولد محمد سالم لبكم عن سن تناهز 64 سنة. الفقيد ينتمي لقبيلة تيتوسة إيت بوجمعة. وانتقل إلى عفو الله تعالى ورحمته المرحوم حسان بوريش عن سن تناهز 41 سنة. الفقيد ينتمي لقبيلة أيت لحسن إنجورن. تغمد الله الجميع بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ننتقل لحظة إلى الورقة الخاصة بأحوال الطقس ليوم غد بمشيئة الله، حيث من المرتقب أن تكون السماء قليلة السحب إلى صافية ببقية المناطق. درجات الحرارة الدنيا نستهلها من العاصمة الرباط 15 درجة، 17 درجة ستسجل بكل من سيدي إفني وطرفايا، 18 درجة ستسجل بالعيون، و 19 درجة بكل من السمارة والزاق وأسا. ستسجل أيضا 16 درجة بقلت الزمور، و 21 درجة بأم دريقة، و 19 درجة بكل من الأوسرد والدخلة.
حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون كميل الهيئة. شروق الشمس بمشيئة الله سيكون يوم غد على الساعة 7:42، أما الغروب فسيكون على الساعة 6:31. درجة الحرارة المسجلة ببعض البلدان المجاورة لبلادنا نستهلها من تندوف 19 درجة، ستسجل أيضا 19 درجة بالربوني، 22 درجة بتودني، و 24 درجة بأطار. إلى التذكير بالعناوين: دورة استثنائية لمجلس جهة غريمي موادنون خصصت للتداول بشأن 19 نقطة متصلة بتنمية أقاليم الجهة. وتابعنا ضمن عرضنا الإخباري: بلدية طنطان تستضيف وفدا من الفاعلين الإيطاليين في المجالات الاجتماعية والطبية تحديدا. وعرضنا لكم من أسمار خطب الجمعة حلقة وصل للتذكير والتوجيه والحد من الظواهر والمعتقدات المتفشية داخل المجتمع. إلى هنا نكون قد استوفينا موعدنا الإخباري المباشر. نشكركم على طيب المتابعة وفي أمان الله.